في تحدي جديد، نجح فريق طبي مصري بمستشفى الهلال للعظام في إجراء جراحة نادرة لتركيب مفصلي فخذ بواسطة الكمبيوتر، والتي تعد الأولى من نوعها في مصر وفي الوطن العربي أيضا. المواطن الذي أجريت له الجراحة كان قد تعرض لحادث أفقده القدرة على السير لمدة 27 عاما، إلا أنه تمكن من السير بعد نجاح الجراحة التي أجريت له على نفقة الدولة. 27 عاما عاشها محمد عبد الوارث رهينا للعجز والتيبس اثر حادث عارض افقده مفصلي الفخذ. من نجع له حياته صعبة بل والتعامل مع حاجته اصعب. اما اليأسف كان رفيقه لفقده الامل في القدرة على الحركة، خاصة بعد مناظرة حالته من قبل خبراء عالميين والذين اكدوا انه حالة ميؤوس منها. عضلات الركبة من حوالي 27 سنة، يعني رجلي الاثنين كانوا متشبسين مع بعضهم، ما كنتش بعرف امشي، كنت بمشي المعظم بسحب رجلي الاثنين قصاد بعض، يعني ما اقدرش ارفع رجلي اثنين او افرده، كان مفروضين على طول. جيت هنا في مصر كذا مره عشان اعمل العمليات دي اكتر من 3 مرات، كان بيقولوا لي لسه، وحاولت مستر جمال عبد الناصر في اسكندريه قالوا لي في خبير اجنبي جاي، والخبير ده فعلا شافني قال لي لا لسه محال انك تعمل عمليه. وبمعض صدفه قضى القدر الى محمد كتب له حياه جديده خلال كشفه الروتيني بمستشفى الهلال للعظام. فاقترح عليه الاطباء اجراء عمليه نادره في اليتها الاعتماد فيها على الكمبيوتر كوسيله اساسيه. الميزه هنا في تكنولوجيا الكمبيوتر ان انا بقدر اعمل حسابات دقيقه للعمليه مفصل الفخذ، لان هنا الدقه مهمه جدا. الجديد هنا ان اولا كان المفصل الملغي ده كان بقاله 27 سنه، فدي فتره طويله جدا، وفي نفس الوقت كان على الناحيتين مش على ناحيه واحده، وان هو يعني يتشافى من العمليه بدون اي مضاعفات، وفي نفس الوقت يحقق كل الاهداف اللي هو كان محتاجها، اللي هي اول حاجه ان هو يقدر يحرك رجليه، يفتح رجليه، ينظف نفسه، يقدر ان هو يقعد على الكرسي، حاجه ما قدرش يعملها لمده 27 سنه، ان هو يمشي طبيعي بحيث ان هو يقدر ينقل رجليه، لان هو كان بيقدر يزحف بس على الارض. كان في كمان قصر في القامه اكتر من 5 سم، وفي نفس الوقت كان في فرق في القصر ما بين او فرق في الطول ما بين الرجلين الاثنين. كل الحاجات دي كلها اتصلحت بعد العمليه. نجحت عمليه محمد وعاد الى الحياه معافا كانه ولد من جديد. انسان بعد 27 سنه لما يجي بعد القعده دي في لحظات قريبه، يعني انا بفتكر احتمال اموت من كتر الفرحه. الاعتماد على التكنولوجيا الحديثه في تنفيذ ادق العمليات الجراحيه يثبت من جديد قدره الطبيب المصري في التعامل مع كل مقومات العصر كغيره من اطباء العالم المتقدم، اذا ما توفرت اليه الاراده الحقيقيه واحيط ببيئه مشجعه على الابتكار. محمد حلمي، التلفزيون المصري.